السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بالف خير ومبسوطين، كل سنه وانتم طيبين. اللوك اللي انا عاملاه النهارده دوت هنعمله بالبالت الحلوه دي مايت سينما، هنجرب منها كل حاجه، الكونتور الكريمي، الكونتور الباودر، درجه الهايلايت، درجه الكونسيلر، كل حاجه هنستخدمها من البالت دي. هنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نروحش بعيدها، هنعمل لوك. لو مهتمه انك تشوفي اللوك شوفي واعملي لي لايك وشير وسبسكرايب وانت في اولها كده، ما تستخسريش فيا. يلا بينا. بصوا بقى يا بنات، العلبه اللي بشكلها كده بتبقى عباره عن الوان كونتور غامقه والوان هنا زي كده فاونديشن او كونسيلر، في درجه منهم صفرة اهي ودرجتين دولت. كل درجاتها انا شايفاها ان هي مناسبه لكله بصراحه، لو انت خمري، لو انت اغمق مني، لو انت افتح مني، كل درجات الكونتور اللي فيها هتناسب كله. وفيها درجات الكونتور البودر، وفيها درجه انا حاساها يعني تنفع كبرونزر اهي، ودرجتين دول درجه على اصفر للتثبيت ودرجه فاتحه اهي ممكن تنضفي كده في الفينش بتاع اللوك. والدرجه الغامقه قوي ديت دي ممكن النهارده يعني هنشوف كل اللوك اللي هنعمله ازاي وهنجربه. انا جربتها مرتين وهي بصراحه جميله جدا جدا، ما كنتش متخيله بصراحه ان هي هتبقى حلوه كده. انا اتاخرت في ما جايبها، قلت هتبقى عاديه نص نص، بس لقيتها حلوه. مبدئيا كده بقى الكونتور للبنات اللي مش حاسين باهميه الكونتور او مش فاهمين ايه موضوع الكونتور، الكونتور بيبقى ان انت بتغمقي حتت في وشك، اماكن الظل، الاماكن اللي انت عايزاها تبقى قليله او مش باينه، او بنقلل فيها مساحه الوش، او بنخفي عيوب مثلا. يعني في بنات بيبقى حابين حته الخد دي ما تبانش قوي ان هي ايه عندها خدود، في بنات قرتهم كبيره ومفروض قرتنا تبقى كده مثلا، الجزء دوت هنحاول ايه نداريه. بنات مثلا عندها العظمه بتاعت الانف هنا كبيره بتقلليها، مناخيرها طويله بتقصريها، انت بتحطي الكونتور في الاماكن اللي انت عايزه ما تلفتيش ليها الانتباه، وبنعمل الهايلايت او ننور الاماكن اللي احنا عايزين نبينها. يعني مثلا بنعمل كونتورنج هنا، بننور هنا بالهايلايت، بنعمل مثلا الهايلايت هنا، بنعمل طبع الحسن ده، بنعمل الحته دي لو الدقن عندك اللغد او الدقن المزدوج زي ما بيقولوا، بتساوي الحتت دي، كل الحاجات اللي انت عايزه تقللي مساحتها بتعملي لها كونتورنج، وكل الحاجات اللي انت عايزه تظهريها بتعملي لها هايلايت. الكونتور بقى ايه؟ درجته بتبقى يعني مناسبه لدرجه بشرتك انت، او على حسب ما انت بتحبي. يعني انت مثلا جايبه فاونديشن فاتح قوي فبتزودي في الكونتور شويه عشان تغمقيه، جبتي فاونديشن غامق انت بتفتحيه بالكونسيلر، مفيش مشاكل في كل ده. بس اهم حاجه ان انت تعرفي توظفي الكونتور، ملوش قواعد. الكونتور على حسب انت عايزه تشوفي وشك عامل ازاي. يعني انا وشي مش مربرب يعني او كده، بس انا ما بحبش يعني اعمل الخدود. انت لو عايزه تعملي حته ان انت تعملي خدود كده مثلا بالكونتور، مش بالبرش دي طبعا، هنجيب برش بون انجل شويه. انت مثلا لو عايزه تنحفي وشك، يا اما هتاخدي الخط بناخده من اول جوه لحد بره. لو انت عايزه تعملي خدود هتاخدي كده، هتاخدي وتعملي تطلعي على فوق، بحيث ان هنا المكان دوت لما ندمج كده يبقى هنا الخد هو اللي يبقى باين. انت لو عايزه تنحفي هتاخدي كده وعلى تحت، او كده وعلى الفم، او كده وتسيب الحد هنا. انت مثلا انا عندي العظمتين اللي هنا دول بحاول ان انا اقلل من قرتي، يبقى هناخد هنا وهنا في القرة في الجبهة كده، في ناس قرتها من هنا عريضة هنقلل من هنا. النوز انا حاسه ان هنا مثلا عندي عادي مش هكتر هنا، لا حاسه ان انا عايزه اعمل سحبه كده هاخد من هنا على جوه، عايزه الحته بتاعت الجفن ديت جفوني حاسه ان هي منتفخه، او انا عندي الجفن اللي هو العيون المبطنه، هقلل الجفن كده يعني زي ما بنعمل بالشادو كده ان احنا نديله كده رتوش بسيطه. ممكن تعملي بالكونتور حته هنا كده، طبع الحسن الحته دي زي ما انت عايزه. انا مش عايزه اطول عليكم، بس في نفس الوقت عايزه افهمك وظيفه الكونتور ايه. انا في الصيف مش بستخدم الكونتور كتير قوي قد ما بعمل برونز الوش كده، وبخلي الموضوع يبقى برونزي كده وسلام بقى لو في جليتر كده والموضوع صيفي وفرحان كده. بس انا هنا
هجربها معاك وهنعمل كونتور للوش بقى كما ينبغي. نبتدي بقى مع بعض. هبدأ ببرش تساعدني تكون انجل كده، وحاولوا ان انتوا لو عايزة تدمجي بالسبونج ادمجي، عايزة بالدي ادمجي انتي، بس انا هعمل بالبرش الانجل ديت. هاخد هنا، هاخد من دي على دي، زي ما انتوا شايفين يا بنات انا كده عملت الحتت والاماكن اللي انا عايزاها يبقى المكان ده يبقى فيه ظل، او يبقى اصغره او اقلل حجمه او انحفه ايا كان. الاول بس اقول لكم انا حاطه فاونديشن فيتني، الدرجه بتاعتي موحده بس كده ايه لون البشره. وهاخد ببرش ثانيه الاماكن بقى اللي انا هعمل لها هايلايت. فانا هاخد الدرجه اللي على اصفر دي ككونسيلر، ما خططش معايا الحمد لله، ما ضايقنيش خالص. ممكن تستخدمي هي يعني الدرجات دي، ممكن تستخدميها كفاونديشن الدرجه اللي على اصفر، والدرجه دي لو دمجتيها مع دي شويه لو انتي فلوني كده. هبدا ادمج الكونتور في مكانه، وبعد كده ما دمجته بعيد بقى بالسبونج، وهبدا ادخل بقى الهايلايت وادمجه هو كمان، واخلي الاثنين ادفي الاثنين مع بعض بحيث ميبقاش باين الفرق ما بين غامق وفاتح. بس يا بنات انا كده ظبطت الدنيا، اظن انتوا هتبداوا تلاحظوا ان المنطقه دي كده بقت ايه، واخده الظل شويه هنا، بقى واخد الظل هنا. الدنيا هنا بقت اهي، بدات تحس ان ايه اللوز مظبوطه شويه. هبدا اثبت بقى بالدرجه الاصفر دي، وهبدا بقى يا بنات اخد الدرجه، ممكن اخد دي، هعمل بيها بقى ايه ان انا اثبت الكونتور البودر فوق الكونتور الكريمي. اصلا ان انا غامقة الدنيا شوية عشان عايزة يبان لكم التصوير، لان انا ساعات بحس ان انا بحط الوان وممكن التصوير يظلمها شوية وما يبينش درجتها. وهاخد بالدرجة دي واعمل الكونتور للنوز. يبقى احنا كده ثبتنا الكونتور الكريمي بكونتور باودر عشان يظهر لك الموضوع كله تمام وثابت وما يطيرش معاكي. هي ثباتها حلوه، انا مرتين اللي استخدمتهم قبل كده، مره قعدت 3 ساعات ومره قعدت 4 ساعات ونص بيها، وكنت حاسه ان وشي زي ما هو وما كنتش حاطه فاونديشن اصلا. بالعكس انا بصراحه حاسه ان النتيجه وانا ما كنتش حاطه فاونديشن كانت اجمل لما استخدمتها هي كبالت لوحديها كده. في درجه بس اللي هي جايه على برونز شويه دي، انا عايزه ايه بقى من نفس البلد بالدرجات الباودر هعمل بقيه اللون. هاخد الدرجه شايفين الغامقه خالص دي، انا هستخدمها النهارده. وغلط طبعا ان انا انفخ فيها زي ما انتم شايفين كده، انا بحط من الاول هنا وبثبت او في الحته دي، واخدها على جوه وعلى بره، بس انا عايزه الحته دي هي اللي تبقى ايه غامقه. دلوقتي زي ما انتم شايفين يا بنات انا خدت دخلت باللون لحد هنا وطلعت بيه لبره لحد هنا، وحتى ايه نضفت بالباودر الفاتحه اللي فيها من هنا ومن هنا عشان ايه يظهر لكم الشكل اللي انا عايزاه يبقى عامل ازاي. وفي طقم فرش كنت جايباه اهو، ده كان ب 50 جنيه، في 1 2 3 4 5 6 ست فرش من الكلاوي اللي في المنشيه، عشان تعرف بس ساعات الواحد بيصادف فرش بتبقى حلوه جدا، الكواليتي بتاعها حلو جدا وسعرها رخيص. اهم حاجه تكوني انت تعرفي كده ان ايه الفرشه دي حلوه ولا لا. وهعمل كات بيس من اول
هنا، وهاخد بقى وهنستلف بس بعد ما عملنا الكات كريس اهوت وثبتناه، ثبته بايدي انا ما حطيتش باودر عشان يلقط بس اللون بسرعه. هنستلف الدرجه الاصفر الحلوه دي من باليت بيتي وومن الجميله السيلفر. انا عملت الكات كريس لحد هنا كده وخدت على ما فيش الكونسيلر، ما كملتوش لحد هنا. حطينا اهو الاصفر لحد هنا كده، وايه كنت بدخل اسحب على خفيف خالص، وهاجي من الاخر وهحاول الاول بس في الحته اللي هنا دي انا هحاول احط اللون ده، وفي الاخر بقى هرجع تاني برضو للبالت اللي قلنا هنعمل منها اللوك كله. الدرجه اللي جايه على برونز شويه ديت انا هاخد منها واحط هنا واعمل كده وادمج على بره وعلى الاصفر ده، بحيث ان ايه يبقوا داخلين مع بعض. نفس الحكايه في العين التانيه، وبالفرشه الصغنونه دي فرشه رسم عاديه على فكره جايباها من كمان ساعات، باللون الغامق خالص اغمق درجه دي اعمل كده، وعلى الخط اللي هو ده هتقله لحد هنا امشي عليه كده بس. يا بنات زي ما انتم شايفين اهو، وجيت بالبرش البنسل ديت من على الحروف هنا وقعدت ايه اقلل الحته بتاعت الخط ده شويه، من نفس الطقم اللي وصلتوا عليه البلاش ده من تشاو، ده رقم 62. الدرجات الجديده تحفه، منزلين شويه درجات. وهنكمل العينين بقى دلوقتي. القلم الكحلي ده بتاع ايسنس سواده حلو قوي. هنعمل ايه بقى الحركه اللي هنعملها؟ ان احنا هنيجي نعمل كده كده في عين الاثنين بالكحل، وهبتدي كده بالبرش الفلات دي بس عامله ازاي، وهبدا اسيح الكحل ده رايح جاي من تحت بس. يا بنات تقلت الكحل ومشيت عليه زي ما وريتكم كده من غير ما احط اي شادو ولا حاجه، انا مجرد سيحته تحت العين، ونفس الحركه عملتها في طرف العين من بره هنا كده، وبقى الكحل من تحت وداخل بوينج كده. هستخدم دلوقتي الحلوه دي ماي سينما اللي هي 3D اللي بتاع دي يا جماعه، والله ما شاء الله انا قليل ما استخدم ايه ماسكارا وتجيب معايا، لان انا رموشي مش باينه وصغيره. اكتشفت ان احلى حاجه بتدي يعني الزجزاج ده مع الرموش اللي بعافيه دي بيدي نتيجه حلوه زجزاج. بتكون هي ظاهره لكم اهو، ده كده كوت واحد، والميزه فيها كمان ان هي ما بتعكش الرموش بعضها، لا هي بتخلي الرموش مفرطه بتكثف وبتطول سنه، لطيفه ومنطقيه بالنسبه لسعرها. دلوقتي هنعمل بقى الهايلايت او الهايلايتر، فبرضو هنروح بعيد ليه معانا دي، انا هستخدم الدرجه دي. انا كده عملت الفينش بتاع الشادو. وبالنسبه للحواجب ايه رايكم؟ هستخدم ماسكاره كده ونرفع ونخلص. كان نفسي يبقى عندي حاجه من مايند سينما، وانا اسفه ان انا ما جبتش غير البالت بتاعت الكونتور عشان اوريكم بيها، يعني نقول راينا كده دلوقتي قبل ما تحط الروج. البالت جميله جدا، دمجها جميل يعني مش بتاخد وقت في الدمج ومش بتقطع ومش بتنشف عليكي وانتي، لا هي سهله جدا بالنسبه للسعر بتاعها. دي جايباها من سنتر رموش ب 65، حلوه قوي بالنسبه للسعر ده بصراحه، يعني انا ما كنتش مصدقه بس قلت اجيبها واجرب بنفسي، وحلوه هتنفع في حاجات كتير خصوصا الدرجات الفاتحه اللي فيها دي والدرجات البودر والدرجه دي يعني لا بالنسبه لان هي بصوا هي قد ايه 8 باودر و8 كريمي، لا حلوه. وانا زي ما قلت لكم انا حاولت النهارده ان انا اعمل منها على قد ما اقدر كل حاجه عشان اوريكم ان انت ممكن تطلعي منها حاجات كتير وتظبط لك حاجات كتير. فهي يا جماعه يعني مايت سينما مجنونه، بتضرب وتجري،
يعني هي ميه سايمه تخبطك الخبطه تلاقي نزلت حاجه غريبه كده ما تبقيش فاهمه ايه اللي بيحصل. بس ما جبتش باليت اي شادو، كنت هجيب اللي هي فيها في واحده جديده برده ب 65 تقريبا فيها اي شادو وفيها ثلاث الوان بلاشر، بس هي بلاشر حلو. حسيت ان هي منزله زي ما قلت لكم كذا واحده للشادو، اتنين كبار وواحده اللي هي فيها الالوان الصغيره والبلاشر. حسيت ان هما هي مايت سينما نفس الكونسبت في الالوان كده ونفس الليله، فمش عايزه اكرر منها كتير عشان انا عندي منها اتنين تانيين فرعونيين وواحده اللي هي بينك بانثر. وانا والله يا بنات لو في بنت عايزه الباليت بتاعت البينك بانثر ديت تكتب لي في الكومنت، بس جنبي يعني في محيطي هنا اسكندرانيه اديها لها، عشان انا اللي هديها معاها مثلا برضو واحد روج وواحد ليبلاينر اعمل لها كده باكج لطيفه، عشان انا الجو بتاع ان هم تكرار الالوان ماشيين في محيط واحد، فعشان كده ما جبتلكوش حاجه غير ديت ان انا اجربها المره دي. انا كده هحط الروج ويبقى اللوك كامل ونشوف مع بعض كده فينش اللوك بعد الروج هيبقى عامل ازاي. انا ما عملتش كونتور لشفايفي عشان حاسه ان هي مش بتحتاج كونتور، شفتي اللي تحت يعني مش محتاجه. وهعمل دلوقتي بالساندي رقم 17، وكنت قلت لكم على الريفيو الحاجات الرخيصه والحلوه الارواج ديت وحاجات ال ايه تاني القلم الكحل هتلاقوه في سحر العيون، ممكن تلاقوا الباليت برضو عنده. انا لقيت اللون ده ملوش دعوه بالطرحه بقى وبالكلام ده، هو اللون دوت ده رقم 17 لقيته هيليق قوي مع الموضوع وبرضو ايه ميتاليك. بس يا بنات كده يبقى كمل اللوك زي ما قلت لكم، ملكوش دعوه بلون الطرحه، ملكوش دعوه باللبس، خليكم في ان الالوان كلها كده انا حاساها ان هي لايقه على بعضها. لو اللوك عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتابعيني انا ماهي شو، ويا رب يا رب يكون اللوك عجبكم. انا حاولت على قد ما اقدر ان هو يكون له يكون بمنتجات رخيصه وحلوه من مايل سينما المجموعه. اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين.